للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا في الحديدة عبد الحفيظ الحطامي. عبد الحفيظ، ضعنا في صورة الانتصارات التي تحققها قوات الشرعية في الحديدة. دعني علي اولا في البدايه اطلق مناشده انسانيه اطلقها سكان قريه المنبر. هناك قتلى وجرحى داخل هذه المناطق السكنيه بسبب تمترس ميليشيات الحوثي بداخلها واعتيائهم منازل المواطنين، وبالتالي تمنع ميليشيات الحوثي من اسعاف الجرحى باتجاه مستشفيات مدينه الحديده، بينما تنقل الاطقم قتل الميليشيات وجرحاهم الى المستشفيات. هناك مناشده انسانيه منذ ساعات، والمواطنون يناشدون الصليب الاحمر وايضا يناشدون المستشفيات الخاصه والحكوميه بالسماح للاطقم الطبيه بالوصول الى هذه المنطقه التي للاسف الشديد حولتها ميليشيات الحوثي الى سكنه عسكريه، حيث يحاول الجيش الا يدخل الى هذه القريه ولا يزال يحاول اتباع هذه الميليشيات بعيدا عن المناطق السكنيه. الموضوع الاخر اخي الكريم، هناك معارك باريه تدور في حرم المطار في المنطقه الجنوبيه في السور في النفق الاول للمطار، والمعارك في الدوار المتاخر ايضا للمطار. تحاول قوات الجيش التقدم الى شارع الخمسين الذي يذهب مباشره باتجاه مصاحب البحر الاحمر. الجيش يحاول ان يعمل التفاف على المطار ويعيد المطار الى حضن الشرعيه، ومن ثم فتح اكثر من جبهه من شرق المطار باتجاه مدينه الحديده، اضافه الى الجبهه التي فتحها في المنطقه الساحليه الجنوبيه. وميليشيات الحوثي تشعر طبعا باختناق كبير جراء هذه الحنكه العسكريه التي يمثلها ابطال الجيش الوطني مسنودين بقوات التحالف. البوارق تقصف في هذه الاثناء القاعده البحريه ومناطق الكثيب ومرابط المدفعيه في شمال مديريه الدريهمي. هناك قتيلان في مركز مديري في مركز مديريه الدريهمي بسبب ايضا الاطلاق العشوائي من الناعيه الناريه التي تقوم بها ميليشيات الحوثي باتجاه المناطق السكنيه في مركز المديريه في محاوله منها لازاله الخوف والرعب لدى السكان. هناك الميليشيات دفعت بناقلات تحمل خرسانات اسمنتيه في محاوله منها لاعاقه اي محاوله نزوح او خروج من هذه من قريه المنظر باتجاه مدينه الحديده. وهذه وبالتالي ترتكب ميليشيات الحوثي جرائم بحق الانسانيه بحق المدنيين في قريه المنظر. عبد الحفيظ، ما هي ابرز العوائق التي تعيق سرعه تقدم الجيش الوطني؟ في حديثنا مع عدد من القيادات العسكريه اخي الكريم، الجيش يقول بان هناك حقول الغام كثيفه وكبيره نشرتها ميليشيات الحوثي وزرعتها في الطرقات المواطنين في الجلديه في بعض الشوارع المتاخمه للمنطقه الجنوبيه لمدينه الحديده وكذلك ايضا المطار. هذه نقطه. النقطه الثانيه اخي الكريم، الجانب الغير اخلاقي للقتله ميليشيات الحوثي الذين يتدرعون ويختبئون خلف المناطق السكنيه، ويحاول الجيش هنا عدم الدخول، وبالتالي الجيش الان يعني قدم بعيدا عن مركز مديريه الدريهمي وتجاوزها باتجاه المطار، لان مركز مديريه الدريهمي فيه كثافه سكانيه، وبالتالي ميليشيات الحوثي اختبأت بين المنازل وفي المناطق السكنيه، ويحاول الجيش الان هو على مقربه كيلومتر واحد من قلب مركز مديريه الدريهمي يحاول ان يطرد هذه الميليشيات من هذه المناطق وبطريقه لا تسبب اذى واضرار وخسائر بشريه في صفوف المدنيين. نعم نعم. عبد الحفيظ الحطامي مراسلنا في الحديده كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.